توصل المطار الوطنية طبعا الناقل الرسمي لفنانين وضيوف تلفزيون وطن وروتانا الفنانة نانسي عجرم بعد قليل. طبعا احنا منتظرينها ومنتظرين وصولها لناخذ منها كلمة بمناسبة ليالي فبراير. احنا وياكم وكاميرا الوطن. وصلت إلى مطار الوطنية الفنانة نانسي عجرم بالسلامة، نرحب فيها وبجيرتها الثانية الكويت ونقول لها الحمد لله على السلامة وإن شاء الله الرحلة ما كانت شاقة عليك. الله يسلمك، أحلى رحلة بحياتي لهلا. يلا الحمد لله. طبعا كمشاركة لأول مرة في مهرجان، أول مرة يصير هو ليالي فبراير، كلميني عن توقعاتك لهذا المشاركة وهذا المهرجان. يعني حسب ما عم بسمع إنه يعني حفل رح يكون حلو كتير وناجح كتير. هلأ عم بسأل توني سمعان عم قاله كيف الحفلات، فقال لي انه اليوم اول يوم بكرة نحنا، فعم بقال لي انه حفلة حلوة والكويت دايما يعني عودتنا على يعني انه كل شي فيها يكون ناجح ومهرجانتها ناجحة ولياليها كمان انجح، فان شاء الله ان شاء الله يعني يكون ليالي فبراير ان شاء الله يكون بال يعني بالاستمرارية والنجاح اللي هن عم يطمحوا له. طبعا هو هيكون متميز ان شاء الله بوجودك ومشاركتك استاذة نانسي. طبعا سؤال اخر، شنو شعورك وهذه الحفلة قد تكون اخر حفلة قبل دخولك الى عالم الامومة؟ اول مرة يعني ابي شعور، شو تتوقعينه؟ لا يعني اكيد انا سعيدة كثير، يعني ما في اقول اكثر من هيك. بعدين انت عم بتقلي انه اخر حفله بالكويت قصدك ولا اخر؟ نعم انا ودي اشوف اي حفله بالكويت. اوكي، ما يعني انا سعيده كثير بحب حفلاتي وبالامومه بذات الوقت، يعني ناطره على احر النجوم، وبس بذات الوقت كمان يعني هيك انه عم بتمتع بهذا الشيء قبل وجوده وبعد وجوده. اكيد لا انت انا يعني تعودنا عليك تغنين حتى حق الاطفال من زمان، فاكيد انت لك اهتمام بالاطفال. طبعا غنيت للكويت من قبل وسمعناك في اغنيه جميله جدا للكويت، هل نتوقع منك اغنيه ثانيه للكويت ان شاء الله قريبا؟ ما قدرت اعمل شيء احلى من الكويتي حبيبي، يعني فحسيت انه ما يعني هي اغنيه معبره كثير، وما بعتقد انه بدي اعمل يعني اغنيه واثنين وثلاثه واربعه، لانه بحس انه بتروح قيمتها، فلانه اغنية حلوة وحبينها كتير بالكويت ومؤثرة وبتحكي كتير عن الكويت وشعبي الكويتي والامرأة الكويتية، فلا هذه هي. تابعت طبعا الفنانة نانسي، تابعت هذا التقرير بإمعان شديد، نكلمها منتبه للتقرير، شو اللي شدك في هذا التقرير؟ لا هيك لأنه قليل لحتى أحضر حالي عم بحكي ولا حالي عم غني، فدايما هيك يعني بحب أنه ركز هيك على الشردي والوردي، شو يعني كيف حكيت كيف طلعت كيف شو سألوني وهيك، لأنه بكون مش مركزة دايما، لأنه كان في كتير صحفيين والتصوير والفلاشات بوجهي كانوا كلهم وهيك، فكنت عم هيك أشوف أنه كيف كان. هل هذا يدعو لأنك أنت في تصوير كليباتك أيضا تتدخلين في موضوع الإخراج أو تشوفين الصورة أو هذا العمل موكول إلى جيجي لمارة بشكل تام؟ لا أنا وجيجي يعني ثابت أنه أنا وجيجي عنا ذات الذوق وذات الرأي، ودايما بنشوف الأشياء سوا، يعني اللي بشوفه حلو بشوفه حلو، اللي بشوفه أنا غلط أو في ملاحظة هو بيكون شايفها قبلي، يعني دايما عنا ذات الذوق وذات الرأي. حلو. بس أكيد بالكليبات أنا ما بتدخل كتير بالإخراج وبطريقة التصوير، لا بس إنه أوقات في فكرة بحس حالي إنه بقدر أعطيها أكتر من إنه فكرة تانية غيرها. جميل. هذا هو. في برنامج مانجر على روتانا موسيقى، يعني طليتي طلة جميلة جدا ووعدتي من خلال هذه الطلة انك راح تعملين عمل مع الفائز طارق. اي مزبوط، بعدني على وعدي، للحين على نفس الوعد. بما انك لحق على الوعد، ايش كثر ممكن يعطي دعم الفنان من خلال تعاونه مع موهبة اخراجية من خلال كليب او عمل مثلا؟
يعني انا من الاشخاص اللي ما بهمهم الاسم الكبير قد ما بهمهم عمل ناجح. نعم. يعني انا ما بهمني اشتغل مع شخص بس لانه معروف ومشهور، بهمني يكون شاطر، لو كان مش مشهور ولو كان جديد ولو كان مبتدئ ولو كان من الجيل يعني الصاعد اللي نحن لازم نوقف كمان حدهم. حسيته شاطر وانه هيك احساسه حلو وصورته حلوه، وحسيته شخص جميل. موهوب وحابب يشتغل على حاله جميل. فحبيت انه انا اكون حده بهالخطوه، وخاصه انه هو كمان عنده ذوق، يعني بيقدر يمكن يعطيني الصوره اللي انا بعد ما حدا اعطاني اياها. يمكن جميل، احنا نقول لطارق لها يعني جددنا لك الوعد والعهد الحين. لا اكيد مره ثانيه غنيتي وصدر لك خفف علي، اغنيه جميله من كلمات الرائع الشاعر الكبير الشاعر الناصر، والحان جميله للفنان الكبير والمايسترو الدكتور عبد الرب ادريس. نعم. الملحن الكبير عبد الرب ادريس. الان إيش كثر مهم للفنان العربي أن يتضمن ألبومه أغنية خليجية؟ أنا شخصياً. نعم. هاللهجة بتعجبني. حلو. وبحب غنيها. الله. في يمكن أشخاص ما بيحبوا يغنوا هيك لأنه بيحسوا حالهم إنه منهم قدها. حلو. بس يعني أنا غنيت يعني لحديت هلا أنا غنيت الخليجي الأبيض اللي بقدر أفهمه أكتر من غيره. جميل. فحبيت أغنية بتقول خفف علي شوية نور كل الحي، أنا أحبك موت وانت بحياتي باي. انت وانت بحياتي أنا أحبك موت. الله. أنا أحبك موت وانت حياتي، في خفف علي علي شوي. الله 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 الله. واحنا راح نخفف عليك شوي ونتركك لجمهورك على الستيج. ناطرك الجمهور على حر من الجمر، ولو كانت عندهم شاشه في الصاله كان الحين كل الجمهور راح يقول لي والله يا بركات ناطرين الفنانه نانسي عجرم. شكرا لوجودك معنا. شكرا. اتمنى لك التوفيق على خشبه المسرح وانتبهي على حالك. تسلم. الله يخليكم. ميرسي كثير. اذا باسمك عزيزي المشاهد كل الشكر للفنانه الجميله نانسي عجرم. الان راح تلقونها على المسرح سريعا بعد هذا الفاصل، روحوا وتابعوا المسرح.